Hello my dear pupils, how are you today? أهلا بكم أعزائي تلاميذ الصف الخامس. Our lesson today, unit 2, lesson 4, on page 28. Our lesson today is about adjectives. درسنا لهذا اليوم هو عن الصفات. Look at the pictures, read and underline the adjectives that tell us about the animals. انظر إلى الصور، اقرأ و ضخت تحت الصفات التي تخبرنا عن الحيوانات. نلاحظ في الصورة الأولى: A horse is fast. A horse is fast. الحصان سريع. إذن نضع underline خط تحت الصفة fast وتعني سريع. في الصورة الثانية: A shark is dangerous. القرش خطر. إذن صفة القرش هي خطر، إذن underline the adjective dangerous، نضع خط تحت الصفة. في الصورة الأخيرة أو الثالثة: A cat is playful. القط لعوب. صفة القط هو لعوب، نضع خط تحت الصفة playful. Write the adjectives in the correct box. اكتب الصفات في الصندوق الصحيح. هنا عندي تصنيف، نصنف الصفات إلى صفات إيجابية وصفات سلبية. Positive adjectives هي الصفات الإيجابية، والnegative adjectives الصفات السلبية. ليش نتعرف على معاني هذه الصفات؟ Intelligent وتعني ذكي، Lazy كسول، Gentle لطيف، playful لعوب، friendly ودود، greedy جشع أو طماع، dangerous خطر. بعد ما تعرفنا على معاني هذه الصفات، نقوم بتصنيفها إلى صفات إيجابية وصفات سلبية. الصفة الأولى اللي هم حاليها playful وتعني لعوب، إذن هذه صفة إيجابية نضعها في positive adjective بالصفات الإيجابية. وأيضا الصفة اللي حاليها السلبية dangerous وتعني خطر، إذن هذه صفة سلبية نضعها في صندوق الصفات السلبية. intelligent intelligent one خليها بالصفات الإيجابية أو السلبية بما أنه معناها ذكي، إذن صفة إيجابية نضعها في positive adjective. lazy lazy تعني كسول، صفة إيجابية أم سلبية؟ سلبية، بالتأكيد نضعها في negative adjective. gentle gentle وتعني لطيف، أين نضعها؟ بالتأكيد مع الصفات الإيجابية مع positive adjective. friendly وتعني ودود، بالتأكيد صفة إيجابية، إذن نضعها positive adjective. greedy وتعني جشع أو طماع، صفة سلبية أم إيجابية؟ أكيد صفة سلبية، إذن نضعها في negative adjective. أعزائي التلاميذ، الصفات الإيجابية تعني الصفات الجيدة، أما الصفات السلبية اللي هي negative adjective وتعني الصفات الغير جيدة، يعني العكس من الصفات الجيدة. Now shift to page 29 صفحة 29. Listen what are they like. Write the adjective for each animal. نستمع للمقطع الصوتي. Listen. What are they like? Write the adjective for each animal. And look at the little dogs. They are very friendly. Look at the little mouse. It's very greedy. It's eating an enormous piece of cheese. And look at the monkey. It's intelligent. It's reading a book and eating a banana too. What's the panda like? It's lazy.
It likes sitting in a tree and sleeping. What are the dolphins like? They're very playful. They like playing games with other dolphins. What's the lion like? It's dangerous. It's very dangerous. أعزائي التلاميذ، نلاحظ هنا في أسفل الصفحة هو حوار بين شخصين. إن شاء الله أن تبقى في داخل الصف. فكرة هذا الحوار، يقوم أحد التلاميذ بإعطاء صفة عن حيوان معين، وعلى التلميذ الآخر يقوم بتخمين هذا الحيوان من خلال الصفة. إلى هنا انتهى درسنا لهذا اليوم. ألتقيكم في الدرس القادم إن شاء الله.